بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 18 ونستأنف مع جمونتخين. جمونتخين يعني أنا أتدرب. عندنا كما نرى غولي لزاكت دو كومينيكاسيون أو سيتواسيون كوريسبوندونت. غولي هذا لوفرب غولي، طبعا لوفرب لي هي ربطة. عندما أقول لي لزاكت دو كومينيكاسيون مقصود بها اربط افعال الكلام كما نقول، او افعال التواصل. اذا هنا عندنا غولي لي زاكت دو كومونيكاسيون، كما نقول اعيد ربط افعال التواصل. طبعا عندما يقول شخص ما مون بير فياندرا دوما، ابي سيعود غدا، اذا فهو يطلق هذه الرساله لكي يفيد من خلالها بان اباه سيعود غدا. هذا الكلام المباشر من شخص لاخر يسمى أكت دو كومونيكاسيون، كما لو نقول أفعال تواصل أو أفعال كلامية للتواصل. إذن عندنا هنا غولي لي زاكت دو كومونيكاسيون، طبعا عندنا مجموعة جمل قيلت بطريقة مباشرة، إذا نتكلم عن لي زاكت دو كومونيكاسيون. إذا المطلوب هنا هو إعادة ربط هد أفعال التواصل، إعادة ربط هد الجمل والكلمات التي قيلت بطريقة مباشرة. طبعا سنربطها بماذا؟ أو سيتواسيون كوريسبوندونت، إذا سنربطها بالوضعيات الموافقة المناسبة. لنأخذ الحالة الأولى، مثلا مون بير روفياندغا دومان، فإذا قال شخص ما مون بير روفياندغا دومان، أبي سيعود غدا، هذه الجملة ممكن أن تقال في عدة مناسبات. ممكن أن طفل يقول لأمه مون بير روفياندغا دوما، أبي سيعود غدا. وممكن أن شابا يقول هذا الكلام مثلا لأستاذ فيقول له مون بير روفياندغا دوما. وممكن أن طفلة ما تقول لأخيها مون بير روفياندغا دوما، أبي سيعود غدا. إذا كما تلاحظوا بأن نفس الجملة ممكن أن تأتي في عدة حالات وفي عدة مناسبات وفي عدة وضعيات. إذا نتكلم على السيتياسيون التي حدثت فيها هاد الكلمات. إذا طبعا عندنا جمل قيلت وعندنا مناسبات هذه الجمل التي قيلت فيها، إذا نسميها وضعيات. إذا هنا طبعا سنربط هاد الجمل التي قيلت بطريقة مباشرة، ثم نربطها بطبيعة الحال بالوضعيات أو المناسبات التي قيلت فيها. المطلوب منا كما نرى غولي لي زاكت دو كومونيكاسيون أو سيتواسيون كوريسبوندونت. إذا هنا سنربط هاد أفعال الكلام، أفعال التواصل كما نقول، بالحالات المناسبة بالوضعيات المناسبة. كما نرى الجدول على اليسار عندنا أكت دو كومونيكاسيون، وعلى اليمين عندنا سيتواسيون. À gauche, on a acte de communication. À droite, on a les situations. Et nous prenons les actes de communication. La première phrase, qu'est-ce qu'on a? On a mon père reviendra demain. On a mon père reviendra demain. Mon père reviendra demain. Abi سيعود غدا. طبعا عدنا le verbe revenir au futur simple. إذا عندنا لو فيرب revenir فعل رجعة أو فيتور سامبل، هو مصرف في المستقبل البسيط، إذا يسمى لو فيتور سامبل. سي نو برونو لو دوزيام أكت دو باغول، لي زوفغيي يعني العمال، لي زوفغيي يعني العمال، أون ترافايي يعني أنهم عملوا. كما تلاحظوا عندنا لو فيرب ترافايي كونجيغي أو باسي كومبوزي. بوندون توت لا جورني، إذا عندنا العمال عاملوا بوندون يعني أثناء توت لا جورني يعني كل اليوم. العمال عاملوا كما لو نقول أثناء كل اليوم. ثم عندنا لو ستاج كومونس خادون وي جور، نتكلم عن فترة تدريب وفترة انتقالية. كومونس خا يعني أنها ستبدأ، دون وي جور ستبدأ بعد 8 أيام. إذا هناك شخص ما يقول هذا الكلام. طبعا الجمل التي ذكرنا
هي كلمات تفوه بها أشخاص. إذن هناك شخص ما قال مون بير viendra demain، شخص آخر قال les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée، هناك شخص آخر قال le stage commencera dans 8 jours، شخص آخر يقول la réparation prendra au moins 6 heures. إذن la réparation تجي من فعل réparer يعني أصلح، إذن la réparation يعني الإصلاح، prendra هذا هو verb prendre يعني أنه يأخذ، إذن هنا الإصلاح سيأخذ. طبعا عندنا لا ريباراسيون هذه كلمة مؤنثة كما لو نقول الإصلاح ستأخذ، ولكن اللي تهمنا هنا المعنى. إذن لا ريباراسيون بروندرا المقصود هنا لا ريباراسيون دورا يعني أن الإصلاح سيدوم، سيأخذ كذا وكذا من الوقت. إذن سيأخذ كم من الوقت؟ أو موان سيزوغ، على الأقل 6 ساعات. نعود للمعنى الذي عندنا هنا، الإصلاح سيأخذ على الأقل 6 ساعات. إذن لا ريباراسيون بروندرا أو موان 6 أور. ثم عندنا في الجملة الأخيرة كما نرى لا ترافيرسي دورا أون سومان، لا ترافيرسي دورا أون سومان، إذن العبور سيدوم أسبوعا، العبور سيدوم أسبوع. طبعا نتكلم عن عبور المحيط مثلا أو عبور مكان ما، هنا عندنا لا ترافيرسي دورا أون سومان، إذن العبور سيدوم أسبوعا. فيما يخص الشق الموجود على اليمين لو غاراجيست ا لوطوموبيليست، طبعا نتكلم عن لو غاراج، لو غاراج يعني المرآب. إذا نقول نحن غاراج، لو غاراجيست يعني صاحب المرآب، ا لوطوموبيليست للسائق، كما لو نقول لصاحب السيارة، كلمة مشتقة من كلمة أوتوموبيل، أوتوموبيل يعني السيارة. إذا لو غاراجيست يعني صاحب المرآب، ا لوطوموبيليست لصاحب السيارة. كما نرى هنا صاحب المرآب صاحب الجراج، حيث يتم إصلاح السيارات يقول لصاحب السيارة، هل سيقول له مون بير غوفياندرا دومان؟ طبعا سنبحث عن الكلام المناسب لهذه الوضعية، سنبحث عن الكلام المناسب لهذه الوضعية. الوضعية هنا هي أن صاحب المرآب يقول كلاما لصاحب السيارة. ثم عندنا في الوضعية الثانية لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون ا دي زاليف بروفيسور، إذا نتكلم هنا عن مدير مركز التكوين، يتكلم مع من؟ ا دي زاليف بروفيسور، يتكلم مع تلاميذ أساتذة. طبعا نتكلم عن تلاميذ هنا كما لو نتكلم عن تلاميذ هم في طور التكوين ليصبحوا أساتذة، لكي يصبحوا أساتذة. إذا نتكلم عن تلاميذ سيأخذون بعض الدورات التكوينية ليصبحوا أساتذة. لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون ا دي زاليف بروفيسور، لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون ا دي زاليف بروفيسور. ثم عندنا ان كونترومتر ا سون باترون، إذا نتكلم هنا عن مسير، نتكلم عن مسير عمال يسمى ان كونترومتر، عندنا ان كونترومتر ا سون باترون، مسير عمال او مسير ورشة يسمى ان كونترومتر ا سون باترون. اذا مسير عمال مسير ورشة لمديره، اذا هو يتكلم مع مديره يقول له كلام، هل سيقول له مثلا لا ترافيرسي دورا اون سومان، هل سيقول له بان العبور سيدوم اسبوعا. ثم في الوضعية الرابعة لو كابيتان او باساجي، لو كابيتان او باساجي، طبعا كلمة كابيتان تعني قبطان او رئيس فريق يسمى كابيتان. اذا لو كابيتان او باساجي، عندما نسمع كلمة باساجي نتذكر فعل باسي، باساجي او باساجير سلوي كي باس او بياسال كي باس، اذا نتكلم عن الذي يمر او التي تمر. اذا كما لو نتكلم عن المارين لي باساجي، المارين بما نعبر عنه بعابر السبيل مثلا. إذن عندما نتكلم عن باساجي أو بيا باساجير المقصود به مسافر أو مسافرة أو المار. أحيانا نصف شيئا بأنه باساجي أو بيا باساجير المقصود به أنه عابر، نصفه بأنه عابر وبأنه لن يدوم كثيرا،
مثلا نتكلم عن أزمة نقول عنها بأنها عابرة، إذا سنقول عنها مثلا une crise passagère، إذا سنقول عنها أزمة عابرة، يعني أنها لن تدوم طويلا. كلمة passager أو بيا passager ممكن أن تأتي كأدجكتيف يعني أنها وصف، وممكن أنها تأتي اسما، والمقصود بها في هذه الحالة كما عندنا مسافر أو مسافرة. إذا هنا نتكلم عن القبطان يتكلم مع المسافرين. لو كابيتان أو passager المقصود بها القبطان للمسافرين، المقصود أن القبطان يقول للمسافرين. إذا لو كابيتان أو passager القبطان للمسافرين، إذا ماذا سيقول لهم؟ ثم عندنا أن غارسون أ سون كاماراد، أن غارسون أ سون كاماراد، طفل لصديقه، طفل لصديقه، طفل يقول كلاما لصديقه. ما هو هذا الكلام الذي سيقوله الطفل لصديقه؟ هل سيقول له مثلا لا ريباراسيون بروندرا او موان 6 اور، الإصلاح سيأخذ على الأقل 6 ساعات. إذا كيف لنا أن نربط هاد الكلام بالوضعيات المناسبة له؟ سي نو برونو لو بروميي أكت، إذا أخذنا بما نعبر عنه الفعل التواصل الأول مون بير غوفياندرا دومان. إذا بماذا سنربط هاد الكلام؟ بأي وضعية سنربط هذا الكلام؟ طبعا مون بير غوفياندرا دومان، إذا هذه قالها الطفل لصديقه، إذا سنربطها ب un garçon à son camarade. سنربطها ب un garçon à son camarade. ثم les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée. ثم les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée. سنربطها ب un contremaître à son patron. ثم عندنا le stage commencera dans 8 jours. Le stage commencera dans 8 jours. طبعا سنربطها ب le directeur d'un centre de formation à des élèves professeurs. ثم la réparation prendra au moins 6 heures. هذه سنربطها ب le garagiste à l'automobiliste. Le garagiste à l'automobiliste. إذا صاحب المرآب يقول لصاحب السيارة الإصلاح سيدوم 6 ساعات. ثم في الأخير la traversée durera une semaine. إذا العبور سيدوم أسبوعا. إذا سنربطها ب le capitaine au passager. القبطان يقول للركاب من المسافرين بأن عبور هذه المنطقة من البحر سيدوم أسبوعا. أمبلوا les expressions suivantes. أمبلوا هذا لو فيرب أمبلوي à l'impératif. إذا عندنا فعل استعمل في الأمر. إذا هنا المطلوب منك يقول لك أمبلوا استعمل. استعمل ماذا؟ les expressions suivantes. استعمل العبارة التالية dans les énoncés. يعني في كلام. استعمل العبارة التالية في كلام مباشر تقوله. Emploie les expressions suivantes dans des énoncés correspondants. إذا استعمل العبارة التالية في كلام مناسب أو في حديث مناسب أو situation donnée يعني في الوضعيات المعطاة. كما نلاحظ عندنا عبارات ce matin, à midi, au printemps, dans 20 ans. ثم عندنا وضعيات مقترحة. ثم عندنا وضعيات معطاة أو وضعيات مقترحة. إذا نتكلم عن situation donnée. إذا نتكلم عن وضعيات معطاة. نتكلم عن le verbe donner فعل أعطى. هنا نتكلم عن situation donnée. نتكلم عن وضعيات معطاة. المقصود أننا نتكلم عن وضعيات مقترحة. كما قلنا بأن من بين الوضعيات المقترحة عندنا l'infirmière أو دكتور. الممرضة للدكتور طبعا ستقول له كلام l'infirmière au docteur. الممرضة للدكتور المقصود الممرضة تقول للدكتور. ثم عندنا le surveillant aux élèves. Le surveillant aux élèves. الحارس للتلاميذ. إذا le surveillant aux élèves. الحارس للتلاميذ. ثم عندنا l'agriculteur à ses ouvriers. المزارع لعماله. ثم عندنا لو بير à son fils. Le père à son fils. الأب لابنه. Le père à son fils. إذا ماذا سيقول كل شخص هنا؟ إذا عندنا مثلا سو ماتان هذا الصباح، أميدي عند منتصف النهار، أو بخانتون في فصل الربيع، دون 20 ans يعني في 20 سنة.
المقصود بعد 20 سنة من الآن. دون 20 ans. إذن ماذا سنقول؟ إذن يمكن أن نقول مثلا سمتة l'infirmière a demandé au docteur quel traitement devait prendre le malade. Quel traitement devait prendre le malade؟ هذا الصباح الممرضة a demandé au docteur يعني أن طلبت من الدكتور أو سألت الدكتور quel traitement أي وصفة أو أي علاج devait prendre le malade يجب أن يأخذ المريض. إذن ماذا يجب أن يأخذ المريض كوصفة أو كعلاج؟ الممرضة تسأل الدكتور. مثلا أميدي في منتصف النهار لو سيرفيون الحارس إكزيج ديزاليف كيل غان لا كونتين أون سيلونس. إذن الحارس إكزيج يعني أنه يلزم سيرفيور إكزيجي. إذن أميدي عند منتصف النهار لو سيرفيون إكزيج ديزاليف يعني أن الحارس يلزم التلاميذ كيل غان. هنا طبعا كما نقول بأن يربحوا، بأن يربحوا ماذا؟ لا كونتين، لا كونتين المقصود بها مطعم الطلاب أو مطعم الجنود. مطعم الطلاب أو مطعم الجنود يسمى لا كونتين. هنا عندنا أميدي عند منتصف النهار لو سيرفيون إكزيج ديزاليف يعني أن الحارس يلزم التلاميذ كيلغان بأن يدخلوا المقصودون. كيلغان كما نقول بأن يستقروا أو بأن يدخلوا لا كونتين بأن يدخلوا مطعم الطلاب اون سيلونس يعني في صمت. اون سيلونس يعني في صمت. إذن الحارس يلزم التلاميذ بأن يدخلوا المطعم صامتين أو في صمت. أميدي لو سيرفيون إكزيج ديزاليف كيلغان لا كونتين اون سيلونس. ثم عندنا او برانتون في فصل الربيع l'agriculteur dit à ses ouvriers المزارع يقول لعماله il faut semer l'engrais يجب ان تبذروا كما نقول السماد يجب ان تنطروا السماد كما نقول يجب ان تزرعوا السماد المقصود يجب ان تنطروا السماد il faut semer l'engrais et vérifier l'état des clôtures يجب ان تنطروا السماد ثم افحصوا حالة السياج ثم افحصوا حالة السياج. إذن في فصل الرابع المزارع يقول لعماله يجب نطر أو زرع السماد ثم فحص حالة السياج ثم فحص حالة السياج المحيط بالأرض أو فحص حالة الصور. طبعا المزارع يطلب من عماله هذه الأمور. Au printemps, l'agriculteur dit à ses ouvriers il faut semer l'engrais et vérifier l'état des clôtures. ثم الأب يقول لابنه dans 20 ans بعد 20 سنة توا أسي أنت أيضا تي أوغا أنت سيكون لك إن غراند فامي ستكون لك عائلة كبيرة دون 20 ans توا أسي تي أوغا إن غراند فامي بعد 20 سنة أنت أيضا ستكون لك عائلة كبيرة دي لو بير أسون فيس يقول الأب لابنه. ثم عندنا جو ديفلوب جو ديفلوب أنا أطور سلو فيرب ديفلوبي. طبعا أحيانا نتكلم عن ديفلوبي ان سوجي كما نقول انك تطور موضوعا المقصود انك تاخذ هذا الموضوع يعني انك تبحث فيه وتتكلم فيه. اذا نتكلم عن ديفلوبي ان سوجي. اذا هنا عندنا جو ديفلوب انا اطور اون بارلو دو سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اذا بالكلام عن وضعيه تواصل دو طون شوا من اختيارك كونستروي 5 انونسي او تو ديزين ان مومون اون بارلو de situation de communication de ton choix et d'un بالكلام عن وضعية التواصل من اختيارك construit ابني عندنا le verbe construire يعني بنا هنا البناء معنوي يعني انك ستبني جملا اذا construit 5 énoncés ابني 5 جمل كما نقول او tu désignes حيث انت تشير او tu désignes un moment حيث انت تشير الى لحظة. طبعا ستبني 5 جمل في كل جملة ستذكر فيها لحظة من اللحظات التي ذكرنا مثلها. يمكن أن نقول مثلا لاني بروشين يعني في السنة القادمة جو سوري اون دوزيام اني دي كولاج. لاني بروشين جو سوري اون دوزيام اني دي كولاج. السنة القادمة سأكون في السنة الثانية من الثانوي. ثم يمكن أن نقول اسانكور في الساعة الخامسة جي رونديفو افيك مون كوبان.
عندي موعد مع صديقي. J'ai rendez-vous avec mon copain. J'ai rendez-vous avec mon copain. À 5 heures, j'ai rendez-vous avec mon copain. ثم يمكن أن نقول cet été, هذا الصيف, je vais passer un mois de vacances à Essaouira. Je vais passer un mois de vacances à Essaouira. في هذا الصيف, أنا سأمضي شهرا من العطلة في الصويرة. يمكن أن نقول مثلا ce vendredi, ma famille et moi. إذن هذه الجمعة ce vendredi, ma famille et moi, عائلتي وأنا, nous allons faire une excursion dans le désert. نحن سنقوم بنزهة في الصحراء. إذن ce vendredi, ma famille et moi, هذه الجمعة عائلتي وأنا, nous allons faire, نحن سنقوم أو سنفعل, une excursion dans le désert, سنفعل نزهة في الصحراء. إذن كما نرى, on a désigné des moments, يعني أننا حددنا لحظات. إذن كما لاحظنا من خلال هذه الجمل, les moments qu'on a désigné, إذن اللحظات التي أشرنا لها مثلا, l'année prochaine, à 5 heures, cet été, ce vendredi. إذن هذه كلها لحظات أشرنا لها من خلال هذه الجمل. مثلا ديمونج ديرني نصوم علي نبخمني. الأحد الماضي نصوم علي, يعني أننا ذهبنا نبخمني لنتنزه. إذن ديمونج ديرني نصوم علي نبخمني. ممكن أننا نقول ديمونج ديرني نصوم علي أستاد. الأحد الماضي نحن ذهبنا إلى الملعب. إذا نكتفي بهذا القدر, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.